انت ساكت ليه يا سيف؟ هو في حاجه؟ انت عارفه يا رامي انا حبيتك قد ايه؟ انا معاكي بحس ان انا على راحتي وعلى طبيعتي، بحسش ان انا على راسي بطحه ولا حاجه. حتى اما انت اكتشفتي البطحه دي ما همكيش، عشان انا وانت شبه بعض، محدش فينا اختار اهله. انا رامي عايزك تعرفي ان انا لو الدنيا دي كلها في كفه وامي في كفه، انا هختار امي. انا امي ده اكتر حد انا بحبه في حياتي، انت ما تعرفيش هي غاليه عندي قد ايه. وهي بصراحه كده مش عايزاني معاكي. مش فاهمه حاجه، انت بتسيبني؟ رضاها عليا اهم من اي حاجه. لا انا اسف. ماشي يا سيف، انا هوريك انا هعمل ايه. انا يعمل معايا كده؟ انا هسيبني عشان امه؟ عيل زباله وانتي بنت هبله. انا متنرفزه قوي، انا عايزه حقي يا امي. لا يا عزيز، وانا باجي اروق دماغي هنا ولا اقلبها اكتر؟ ما انت سامع يا معلم، عمل فيها ايه الواطي ده؟ لا قلت ولا حاجه، ده واد جدع رضم. بت روحي قولي لنصحي وفوزي يروحوا له الورشه دلوقتي، يكسروا عظمه، يموتوه، يجيبوا له خبره، ما يطلعش عليه صبح. حاضر. يلا يا بت. ماشي، قلبت دماغ انت وبنتك. ست عزيزة بعتانا نمسي عليك. انتوا جايين بعد ما اتضربوا؟ يلا رجالة كل واحد على شغل. والله كويس اني ما دوستوش، انا كنت فاكره مطب صناعي. انت بتتخانق ولا ايه؟ لا عزيزه اضطري بعتت رجالتها عشان سبت لمية. لو انت سبت لمية؟ حلوة لك قتل بالله، انت وصفتها ليه؟ الله قلت راضي امي. جدع. اللي راضي امه ربنا يرضيه ويحبب حصل ارض فيه. نصيحة مني ليك، لما تيجي تسيب بيت عوالم لازم تخرج منه بمعلمة، عشان لا تطلع متجرس ولا متعور. خليك فاكر نصيحتي دي. والله سيبك بقى. انت ما قلتليش انت كنت جاي ليه؟ ها؟ جاي ليه؟ لا مفيش، كنت معدي بالصدفة كده لقيت فيه نوش وقلت ادخل اشوف ايه. هو تعمل ايه في الاموات دول؟ لا ما تقلقش، احنا ملاها على العربية ربع نهار. ماشي. السلام عليكم. سلام. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.